من أول إطلاقه في الفضاء سنة 1990 وتلسكوب هابل بيمد العلماء بكثير من المعلومات والصور عن النجوم والكواكب والمجرات البعيدة عننا. اتسمى التلسكوب على اسم العالم الفلكي إدوين هابل، وكان أول تلسكوب يتم إطلاقه للفضاء في التاريخ. بدأت قصة هابل قبل زمن طويل من إطلاقه في سنة 1923. فكر الفلك الألماني هيرمان أوبرث في إمكانية نقل تلسكوب للفضاء يكون بيدور حوالين الأرض، لأن فيه تشوش كان بيحصل في عمليات الرصد بالتلسكوبات الأرضية بسبب الغلاف الجوي للأرض. وبعدها بسنين لما بقى إطلاق الصواريخ للفضاء حاجة سهلة، رجع من تاني حلم إطلاق التلسكوب الفضائي.